جريدة اليوم السابع، والداخلية استشهاد 5 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بسيناء، ونلاحق الجنان. قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن مجهولين أطلقوا الأعيار النارية تجاه القوى الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان العتلاوي داخل دائرة قسم شرطة 3 العريش. وأضاف في بيان أصدره على الفور، قامت القوى بمبادلتهم الأعيار النارية، وقد أسفر التعامل عن استشهاد المقدم تامر تحسين أحمد زكي العشماوي من قوة مديرية أمن شمال، والنقيب محمد نادر السيد ديناصوري من قوة قطاع الأمن المركزي، والنقيب محمد فؤاد شحاتة من قوة قطاع الأمن المركزي، والعريف محمود عبد الواحد السيد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، أيضا المجند رجب إبراهيم من قوة قطاع الأمن المركزي، بالإضافة إلى إصابة 3 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي. رحم الله شهدائنا يا رب، ويعني يجعل مثواهم الجنة، وهم بالفعل شهداء هذا الوطن اللي يعني فدوا أو فدونا بأرواح.